أولاً على أصوات تنقول لكم شكراً للناس المنظمين ديال المهرجان الأخ بنوي، شكراً لي بزاف. وصراحة وهذا مهرجان جميل، وتيرتنا كاملين التكريات ديال السبعينات والأغنية الغيوانية. وتحية لفرقة جيل جلالة، تحية لفرقة ناس غيوان، تحية لفرقة المشاب، تحية لفرقة سهام، تحية لفرقة العشاق. بصراحة أنا جيت مسرور لأنه دابا وليت نشوف حتى أطفال ولاو تيتغناو وتعطاو كثير لهاد الموجة. مزيان هادي بصراحة، توا هاد الفن راه هو تيخصنا يبقى في التراث المغربي ديالنا. وكذلك تنطلب الله يبقى دائما كل من يرى كلمة التراث، لأنه التراث هو الخزان الحقيقي للبلاد ديالنا. فتا المهرجان ديال الفنون الشعبية دورة تراث، ومنه تنخدو حنا إيقاعات باش نخدمو وباش نشتغلو في الأعمال ديالنا، وتنخدو منه كلمات وتنخدو منه واحد عدد كبير. فتحية لكل صهير على المهرجان. تنقدم التهاني للأخت سكينة بعد التتويج هذا إن شاء الله وبهذا التكريم ديالها. فشكرا لكم جميعا والله يحفظكم جميعا. معكم فتح حاجي من مدينة مراكش في النعمة، النعمة المراكشية صعيدة. أنا مشاركة في هذا المهرجان الغيواني اللي تتقام كل سنة مدينة مراكش. وهذا المهرجان كيسهر على أنه يحافظ على الوجود ديال هذا اللون الغنائي اللي كنلاحظوا أنه بدا شوية بشوية كيتلاشى وما بقيناش كنشوفوه. فهاد المهرجان كيسهر على أنه كل سنة يفكرنا راه كاين واحد اللون الغنائي جميل جدا، عنده تاريخ اللي هو اللون الغنائي الحيواني. هاد السنة كنكرمو فنانة سكينة اللي خلات واحد البصمة قوية في هاد اللون. ومن هاد المنبر كنشكر المؤسس ديال هاد البرنامج سي عبد الحفيظ البنوي على الخدمة ديالو وكاع داكشي اللي كيدير على قبل هاد الفن. كنحيي الفنانة والسادة سكينة، وأيضا كنحيي إذاعة أصوات اللي كترافقنا في جميع الأمسيات والمهرجانات والأنشطة اللي تنقوم بها داخل المغرب بيان سور. وشكرا بزاف. السلام عليكم، معكم فنان نزيه باشا، مغني ديال الراي المغربي. فنان نزيه باشا، بديت اول البوم في سنة 2006 اللي خرجته اللي بعنوان ودعتيني، وثاني البوم هو اللي هو غادي مسافر اللي خرج في 2017. وهذا الالبوم ثاني الاخير وهو الأغنية عبارة عن البوم سميتو لاشيكا. لاشيكا هي واحد الكلمة يعني بالإسبانية. والحمد لله فيديو كليب خرج والحمد لله تصنتوا ليه الناس وحقق واحد النجاح. اما بالنسبه للمهرجان مصر الدولي للموسيقى الفرانكو، وكنشكر كل المغاربه اللي صوتوا ليا ودعموني باش خديت اللقب اللي جبته من مصر، والحمد لله فرحت به بزاف، واللي هو اللي عطاني واحد الانطلاقه باش نعمل الالبوم الثالث. وفي الاخير كنشكر جريده اصوات على التعب ديالها اللي جات من مدينه كازر هنا لمراكش باش تصور معايا هذا الانترفيو. كنشكر كذلك السي خالد غزالي.